ايضا علي حبسي حارس منتخبنا والقائد. علي ابارك لك الفوز والنتيجه الكبيره والمقنعه خليني اقول عنها علي، والاداء اللي نوعا ما مرضي. احمد كانوا قال مش مقتنعين كثير بالاداء اليوم. أول شيء الحمد لله رب العالمين، بالعكس أعتقد أن الفريق لعب مستوى جدا كبير. لا تنسى أنك تسجل 14 هدف مباراة، ما أعتقد بشيء سهل. وضح تركيز اللاعبين من بداية الشوط الأول، حضورهم الذهني والبدني ونقاط الضعف اللي كان فيها منتخب البوتاني. اعتقد ان الكابتن مهند درس الفريق بشكل جدا ايجابي. الحمد لله قدرنا ان نتعامل بالمباراه بطريقه جدا مميزه. لا تنسى ان مثل هذه المباريات انك تجيب 7 اهداف في الشوط الاول، بعض الاحيان يتراخى المستوى في الشوط الثاني، ولكن ظهر الفريق بنفس المستوى بنفس الروح بنفس التركيز. رغبتهم الكبيره في تسجيل عدد اهداف كبير، هذا اعتقد انه شيء مهم للفتره القادمه. كسب الثقة في اللاعبين في نفسهم. لا تنسى أن في بعض اللاعبين يمكن كأول مرة يلعبوا مع المنتخب التصفيات في المنتخب الأول، فهذا يدل على تركيزهم العالي وأنهم يرضوا الجمهور اللي حاضر. نشكر الجمهور اللي حاضر اليوم، أعتقد أن آزرنا بطريقة جدا مميزة طوال 90 دقيقة، وأعتقد بداية الحمد لله رب العالمين مثل ما تمنيناها، ويمكن أفضل. يمكن مثل ما الشيء المهم تسجيل عدد أهداف من في المباراة، وهذا يعطينا دافع معنوي قوي إن شاء الله في تكملة المشوار بإذن الله. المباراة القادمة أعتقد ضد المنتخب الفلسطيني راح تكون مباراة كبيرة، مباراة قوية جدا. لا تنسى المنتخب الفلسطيني في فلسطين منتخب صعب، منتخب يمتلك خامات من اللاعبين الممتازين، ولكن إن شاء الله راح نكون جاهزين هذا بإذن الله تعالى. خلصت علي الأسئلة كلها على إجابة واحدة. مبارك لك علي مرة، أنا اليوم شفت التغريدة مالتك، ومبارك لك وجودك في تشكيلة الموسم في الشامبيونشيب، وتستاهل علي، والأداء المميز هذا توجب في وجودك في التشكيلة هذا. أول شيء الحمد لله رب العالمين، كل هذا توفيق من رب العالمين، ووقفة الجميع، وقفة الجمهور العماني، ووقفة كل قريب من علي الحبسي. الحمد لله موسم جدا مميز بالنسبة لنا في الدوري الدرجة الأولى أو الشامبيونشيب في بريطانيا. أتمنى أن نستمر. احنا وجودنا الحين في المركز الخامس يعطينا فرصة إن شاء الله أن نحن نكون في الملحق، اللي هو يعطي فرصة أن إن شاء الله كبطاقة ثالثة في الصعود للبريمير ليج. شكرا لك كل من ساند علي الحبسي في هذا المشوار. الموسم الماضي حصلت على جائزة أفضل لاعب في النادي، اليوم أنا أحصل على جائزة يعني أفضل حارس في الموسم. تعطيني دافع قوي إن شاء الله أني أقدم المزيد بإذن الله تعالى. علي أنا ما أريد أطلع من الموضوع، لكن طماع أني أعرف شوية معلومات بخصوص الموضوع هذا. علي وجودك في التشكيلة هذه في نهاية الموسم قرب انتهاء الموسم تعطيك أفضلية وكريدت أنك تكون في الموسم القادم، يعني إذا ما صعد لا سمح الله فريقك ريدنج البريمير ليج، أن في فرق ثانية ممكن تفاوضك علي. أكيد يعني شوف مثل هذا الإنجاز إنجاز كبير، أنك تكون كأفضل حارس في الشامبيونشيب يعني حاجة مميزة، وأنا اشتغلت عليها كثير فعلا. يعني الحمد لله لا تنسى الحين عمري 35 سنة، إن شاء الله 36 قريب 36، ولكن طموحي كبير. الجميع يعرف أن طموح علي الحبس إن شاء الله يوصل ل 40 سنة وهو متواجد في الدوري الإنجليزي. يعني هذا المستوى اللي قدمته أكيد، يعني لو جات فرصة أنا أتمنى أن أصعد بالنادي إلى درجة الممتازة، ولكن لو جت اي فرصه بالعكس هذا يعطيني يعني رغبه كبيره اني انا ارجع للدوري الممتاز الانجليزي. ولكن في الجانب الثاني مثل ما قلت لك تركيزي، الجهد الكبير، العمل، الاخلاص في 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 المستويات اللي جالس تقدمها زمان مع النادي، واليوم انا يعني جدا سعيد جدا سعيد رجوعي للمنتخب يمكن بعد عام كامل، بعد ما اعطيت الفرصه للحراس الثانيين في العام الماضي في المباريات الوديه انك يكسبوا ثقه في نفسهم انه يلعب مع المنتخب. ولكن بطوله كاس اسيا بطوله مهمة بالنسبة لي، أنا سعيد اليوم أني ألعب 119 مباراة مع المنتخب الأول. أتمنى أن إن شاء الله القادم يكون أفضل بإذن الله تعالى. نحن نفتخر فيك علي، ونتمنى لك التوفيق في ناديك ومع المنتخب الوطني. شكرا لك علي. شكرا.